فنجان المفاريد بصوت الرفيق والزميل المبدع دائما وابدا سعدان فواز بن سعدان العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدا ومنه سداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل نلتقي بحضراتكم في صباح يوم الاربعاء في 13 من يوليو لعام 2024 للميلاد في هذا الصباح الذي نشهد فيه انطلاقة هذا السباق الختامي من سباق المفاريد لعام 2024 للميلاد. متابعينا الكرام على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة هذا الشوط الرئيسي الذي خصص لفئة القعدان وانطلاقة شوط الكاس أقوى أشواطنا لهذا العام الذي يضم في طياته نخبة من الأسماء والشعارات. مقدمة الشوط والم مع المركز الأول لحماد بن عبد الله بن خلف الشمري مع المركز الأول للمركز الثاني القادم بكل قوة وانغير هنا ريسينج لرايد بن سعيد بن قرامز الصيعر المركز الثالث القادم هنا بتال مانع بن فرج بن مانع الرزق والمركز الرابع يصل في هذه اللحظات مصدع بشعار الصيعري بن قرامز والمركز الخامس القادم مانع بن راشد بن حمد بن حشان آل منجم مقدما لنا موفق وانطلاقته بالمركز الخامس ولكن نعود إلى المركز الأول مصدع هو المتقدم ولكن الخطورة بدأت في هذه اللحظات مع وصول شعارك يا بن شطيط مع انطلاقة مشوش حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي هو القادم في هذه اللحظات المركز الثاني شعار السيعري والمركز الثالث شعار بن منجم وأيضا شعار بن طحنون هو القادم مع ثاعي وشعاري هجن النجوم قادم بكل قوة شعار بن جهيم مع المركز الخامس ليصل ذهب في هذه اللحظات عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم ولكن الصدارة مع مصدع رايد بن سعيد بن قرامز الصيعري ما شاء الله تبارك الله أمتار الحسم أمتار العزم آخر الأمتار الصيعري ما شاء الله تبارك الله انطلق بآخر الأمتار مع انطلاقة مصدع الكاس في الانتظار ولكن موفق هو القادم بشعار النجم وشعار بن جيم وشعار في هذه اللحظات بن شطير وشعار الزلزال كوكبة من النجوم قادمين لا محالة أمتار الصمود لمن النماس لمن الصعود إلى منصة التتويج موفق عبر النماس إلى أبناء الحد الجنوبي سلام يا بن منجم سلام تهانينا والنماس لمالك موفق مانع بن راشد بن حمد بن حشان آل منجم منتزعا لكاس القعدان ومبقيا للسلام في المملكة العربية السعودية تهانينا والنماس لمالك هذا البطل تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز الثاني حل وصيفا ذهب بشعارك يا بن جهيم عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري قدم مستوى رائع حل وصيفا لكاس القعدان تهانينا يا بن جهيم المركز الثالث كان الوصول وكان القدوم في هذه اللحظات من صاحب المركز الثالث وفي الإعادة إفادة إذا متابعينا الكرام تشاهدون لحظات فوز موفق بكأس القعدان في هذا الصباح تهانينا وألف مبروك لك يا بن منجم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ذهب مع المركز الثاني عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري وفي المركز الثالث كان الدخول جماعي بالفعل عند الأمتار النهائي ولكن مشوش من انتزع المركز الثالث شعار حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي محتل للمركز الثالث المركز الرابع من نصيب مصدع بشعار رايد بن سعيد بن قرامز الصيعري وفي